ألواح صخرية تطفو على حمم مغلية، تحركها يؤدي لكارثة وأية كارثة. سر الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وتسبب فيما عاشه ويعيشه العالم من كوارث. حلقتنا اليوم عن الصفائح التكتونية، ما هي؟ كيف تتسبب بالزلازل حول العالم؟ وبحسب توزع هذه الصخور، ما هي أكثر الدول عرضة للهزات الأرضية؟ لكن قبل كل شيء، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. كرتنا الأرضية تتكون من 4 أجزاء: قشرة، فوشاح، فنواة خارجية، وأخيراً النواة الداخلية. فالقشرة الأرضية تمتد من سطح الأرض إلى من 8 إلى 32 كيلومتر، وتصل درجة حرارتها حتى 870 درجة مئوية، وهي الجزء الذي نراه من سطح الأرض، ويحتوي ألواحاً صخرية تطفو على مواد منصهرة تفصل القشرة عن الوشاح. هذه الألواح تحديداً هي الصفائح التكتونية، التي رغم كبر حجمها إلا أنها لا تفتر أبداً عن الحركة. 9 صفائح تتحكم بكوكبنا. تتوزع الصفائح التكتونية على سطح الكرة الأرضية كلها، ويبلغ عددها 9 صفائح. الأكبر منها هي صفيحة المحيط الهادئ، التي تبلغ مساحتها 130 مليون كيلومتر مربع، وتتحرك نحو الشمال الغربي بسرعة 7 سنتيمترات بالسنة. والصفائح التكتونية الأخرى هي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والأوراسية والإفريقية وأنتاركتيكا والهندية والأسترالية والهندية الأسترالية. وليست هذه الصفائح الوحيدة على كوكبنا، إذ توجد صفائح صغيرة الحجم تتحرك جميعها بمسافات صغيرة جدا سنويا. لكن لا يغرنك قصرها هذا، فهذه الصفائح هي السبب الرئيس بحدوث الزلازل والبراكين على وجه الأرض. فاصطدامها للحظة كفيل بإحداث هزات لا يمكن التنبؤ بشدتها. وبينما يبلغ عدد الصفائح الرئيسية 9، فإن الصفائح الصغرى الثانوية عددها 12 صفيحة صغيرة، تشكل مجتمعة الطبقة الصلبة للكرة الأرضية. وبالعودة لحركتها، فإنها تتحرك بشكل بطيء جدا فوق الطبقة المسمى وشاح الأرض. هذه الحركة تتصاحب مع أنشطة زلزالية وبركانية على طول حدودها، وكذلك فإن هذه الحركة هي المسؤولة عن تكوين التضاريس، مثل الجبال الشاهقة والصدوع والأخاديد وغيرها. لكن هذا طبعا يحتاج إلى زمن طويل قد يصل إلى ملايين السنين. كيف تتحرك الصفائح؟ تتحرك الصفائح بصورة دائمة على الحدود الفاصلة بينها. كل صفيحة لها حركتها الخاصة كوحدة مستقلة متماسكة، وهذا ما يجعلها معرضة للإجهاد والشد الذي تنتج عنه طيات في الأرض أو تصدعات، وتحدث الزلازل والبراكين نتيجة حركة هذه الصفائح، التي تقسم إلى 3 أنواع من الحركات مصنفة بحسب القوى التي تؤثر فيها إلى 3 تصنيفات: قوى شد تنتج عنها حركة تباعدية، وقوى ضغط تنتج عنها حركة تقاربية، وقوى احتكاك أو قص تنتج عنها حركة انزلاقية أو انتقالية. أما الحركة التباعدية التي تسمى علمياً الحركة البناءة، فتنشأ عن قوى شد تؤدي إلى تباعد اللوحين تدريجياً. يتحرك فيها الصهير الصخري أو ما يسمى الماجما من طبقة الأثينوسفير في الأرض بحركة تتجه إلى الأعلى، تدفع الصفائح التكتونية لتتباعد عن بعضها مكونة صخوراً جديدة عند هذه الحواف. وغالباً ما تحدث هذه الحركة في قيعان البحار والمحيطات، مثل حركة التباعد بين الصفيحة الإفريقية والآسيو أوروبية من جهة، وصفيحتي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية من جهة أخرى، وتشكل المحيط الأطلسي بينهما،
إضافة إلى تكون جبال تحت سطح المحيط. أيضاً فإن من الأمثلة على حركة التباعد ما حدث بين الصفيحة العربية والصفيحة الإفريقية، وهي الحركة التي أدت إلى تكون البحر الأحمر الذي يتوقع العلماء أن يتحول إلى محيط بعد ملايين السنين. النوع الثاني من حركات الصفائح التكتونية هو الحركة التقاربية، أو ما يطلق عليه العلماء الحركة الهدامة. تنشأ هذه الحركة عن قوى ضغط، مما يؤدي إلى تقارب اللوحين تدريجياً، وتتوقف طبيعة حركة الصفائح المتقاربة على نوعها قارية كانت أم محيطية، لأن الصفيحة المحيطية تنزلق عادة تحت الصفيحة القارية، وذلك بسبب الوزن النوعي لصخور الصفائح المحيطية الذي يعد أكبر من الوزن النوعي لصخور الصفائح القارية، ما يجعل الصفيحة المحيطية تنزلق تحت الصفيحة القارية حيث تنصهر في الوشاح فتذوب، وهو سبب تسمية هذه الحركة بالحركة الهدامة. ومن الأمثلة على تلك الحركة أخدود بيروشيلي غرب أمريكا. كذلك فإنه بعد هذا التصادم يخرج الوشاح المنصهر مكونا جبالا بركانية، وإذا كان اللوحان أي الصفيحتان المتقاربتان قاريتان، فإن تصادمها ينشأ عنه سلاسل جبلية مثل جبال الهيمالايا وجبال زاغروس. أما إذا كان اللوحان المتقاربان محيطيين فينزلق أحدهما، وغالبا ما يكون ذا الوزن النوعي الأكبر، فيستقر تحت الآخر لينتج عن ذلك انبثاق البراكين. وأبرز أمثلة على ذلك ما تعرف بحلقة النار داخل المحيط الهادي. أما النوع الثالث فهي الحركة الانتقالية التي تسمى الانزلاقية، وتنشأ عن قوى قص أو احتكاك عبر صدوع انزلاقية ناقلة للحركة نتيجة انزلاق الصفائح أفقياً بمحاذاة بعضها، وتسمى حدود هذه الحركة حدود المحافظة، لأنها تحافظ على حجم القشرة الأرضية، إذ لا ينتج عنها زيادة ولا نقص في حجمها، بل تكتفي بتحركات جانبية أفقية. وأشهر الصدوع الناقلة للحركة صدع سان أندرياس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وصدوع البحر الميت شمال غرب الجزيرة العربية. وبالحديث عن الصفائح التكتونية لا بد من أن نذكر أبرز بؤر الزلزال في العالم، وهيا نستعرض أبرزها. حلقة النار حول المحيط الهادئ، والواقعة على امتداد مناطق الساحل الغربي للولايات المتحدة وغرب المكسيك وأمريكا الوسطى وغرب أمريكا الجنوبية، ويحدث فيها نحو 90% من زلازل العالم. كما تعد كاليفورنيا من الأكثر عرضة للزلازل لموقعها على صدع سان أندرياس. أيضاً تقع اليابان عند التقاطع بين ثلاث صفائح تكتونية، وتعد الدولة الأكثر شهرة بتأثرها بالزلازل. كما أن جزر أندونيسيا تقع في منطقة تلاقي المحيطين الهندي والهادئ والصفائح الحاملة لهما، إضافة إلى تركيا الواقعة على خطوط صدع رئيسية متمركزة على ثلاث صفائح تكتونية، وإيطاليا الواقعة على الخط الفاصل بين الصفيحتين الأوراسية والإفريقية المتشابكتين، مما يجعلها عرضة لزلازل مدمرة.